طيب هنكمل النهاردة ايه؟ ان شاء الله بقية المواضيع. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على سنترال اوثنتيكيشن، واتكلمنا خدنا جزئين فيه، او جزء منه كان سريع جدا وقلنا هنرجع نعيد عليه مرة تانية، اللي هو الايبا سيرفر. امبارح خدنا بس البيزكس، بس اللي هو يعني بيزكس اوف ذا بيزكس، اللي هو الانستليشن بس. بعد كده ازاي اكونفيجر الكلاينت، ها، ان هو يوثنتيكيت من مين؟ من السيرفر. تمام، النهارده هنكمل الموضوع او هنعيد الموضوع تاني عشان لو كان حد وقع منه حاجه. انا عارف مره فاتت قعدنا نترابل شوت، بما ان انت لسه في التراك التاني فانت مش المفروض يعني جزء الترابل شوت الخاص بالسيرفر لسه تكون لسه ما وصلتلوش يعني، بس احنا خدناه لان يعني لو حد عايز يجرب في البدايه وعايز ينستول السيرفر عنده ايه، ها، يقدر يعمل له انستول ويجرب اللي احنا بنعمله. فانا عشان كده قلته، بس المفروض جزء السنترال اوثنتيكيشن سيرفر ده او الايبا سيرفر ده تبدا تاخده وتبدا تتعامل معاه بعد على الاقل يكون المستوى بتاعك ار اتش سي اي، يعني بعد خلص الليفلز دي كلها، او على الاقل الليفلز تكون على مستوى ار اتش سي اي، او انت عديت مرحله الجونيور سيستم ادمن، ها، وبقيت على الاقل انترميديت سيستم ادمن، تبدا تتكلم عن الايبا. تمام كده؟ ليه حكايه زي كده؟ لان زي ما قلت لك ان الايبا بينتجريت مجموعه حاجات مع بعض كتيره جدا، يعني منها الكيربروس والان تي بي سيرفر والدي ان اس، وممكن كمان ينتجريت معاك شويه حاجات كمان زياده لو عايز يعني. المهم عشان ما نضيعش وقت كتير، تعال ايه هكلمك على اللي احنا عايزين نعمله النهارده كده بشكل سريع، وبعد كده نخش في الامبلمنتيشن على طول. تمام كده، تعال كده بسرعه نمسك القلم ونجرب، او نتكلم على، قبل ما نجرب قبل حاجه تعال نتكلم على اللي احنا عايزين نعمله. تعال كده نروح للبنس كده ايه، ونمسك البن بتاعنا. اللي احنا عملناه المره اللي فاتت كان عباره عن ايه؟ كان عندي عباره عن سيرفر، تمام، السيرفر ده اتعمل له انستول، السيرفر ده بشكل ما موجود على شبكه خلاص، وبيكون عندي في الاخر هنا كلاينت. الكلاينت ده هي ايه؟ هيروح يوثنتيكيت من السيرفر ده، تمام، وده عندي هنا الايبا سيرفر، وعندي هنا الايبا كلاينت خلاص. طيب ممتاز، عملنا انستول الايبا سيرفر هنا، وعملنا انستول الايبا كلاينت هنا. الحاجه بس اللي نسيت اقول لك عليها المره اللي فاتت بشكل سريع جدا كده كانت الايه، لما تيجي تفكر في الايبا سيرفر، هو احنا ما نسيناهاش لان هي اصلا مش عليك دلوقتي او مش مطالب بيها دلوقتي. الحاجه اللي المفروض كنت اتكلمت عليها بشكل سريع عشان ما تسيبكوش معايا، اللي هو موضوع ايه، السايزنج بتاع الايبا سيرفر هنا. السايزنج بتاع الايبا سيرفر، والسايزنج بتاع الايبا سيرفر موضوع مهم جدا خلاص، ليك كسيستم ادمن في البدايه لما تيجي تنستول اصلا الايبا سيرفر هنا، لازم تعرف السايز بتاع الانفايرمنت بتاعتك قد ايه، تمام؟ والسيت اب نفسه، هل هو هيكون عباره عن سيرفر واحد بس، ولا عباره عن مجموعه سيرفرات؟ ليه مجموعه؟ لان عشان لو ممكن تفتكر المشكله لو حصلت، ان هو ايه، لو السيرفر ده وقع ايه اللي هيحصل للكلاينتس اللي عندك؟ يعني لو السيرفر ده كده بقى داون، الناس دول هيأوثنتيكيت ازاي؟ الدنيا عندك هتمشي ازاي؟ هتوقف، هل هتوقف الشركه عن الشغل خلاص؟ فانت حكايه السايزنج بتاع الايبا سيرفر، السيت اب بتاعه، هل هيكون في عندك هاي افيلابيلتي ولا لا؟ كل الكلام ده انت محتاج ايه؟ تفكر فيه. تمام كده؟ طيب كلام جميل. يبقى ده كان بالنسبه لجزء السيرفر، وقلنا ان الجزء ده ما كانش علينا دلوقتي وما اتكلمناش عليه. ليه؟ لان هو مش عليك اصلا. انت المفروض تكون مهتم حاليا بأي جزء، المفروض تكون مهتم بالجزء ده. طيب عادة الايبا، بالمناسبة سأل حمدي، انت ممكن تسيت اب الايبا اكتف او اكتف ستاند باي، يعني ممكن تجيب هنا ايبا سيرفر تاني كده تعمل له انستول، وده يكون زي، اعتبره كده زي ريد اونلي بس خلاص. ده الاكتف او ده البرايمري بتاعك، وده واحد تاني بس ريد اونلي، الناس يأوثنتيكيت منه بس، لكن ده مش هتعدل منه اي بوليسي ومش هتعدل منه اي حاجة خلاص. وممكن تعمله ها زي التو برايمري، او الاتنين شغالين في نفس اللحظة، تو اكتف ماشي. طيب تعال اقول لك على ثلاث سيناريوهات، اللي هم اكتر ثلاث سيناريوهات ديبلويد حاليا ماشي. ايه اكتر ثلاث سيناريوهات ديبلويد حاليا؟ بص،
خلينا نكون صراحة مع بعض، خلينا نكون صراحة مع بعض، معظم الـ environment ما كانش، مش معظم، ما كانش 99% منها هتلاقي عندك شوية مكن لينكس وشوية مكن ويندوز، تمام كده؟ في الحالة دي انت المفروض يكون عندك حاجة اسمها single sign on. ايه single sign on دي؟ باختصار انت المفروض يكون عندك يوزر نيم واحد بباسورد واحدة طول ما الراجل شغال عندك او طول ما اليوزر موجود عندك. الراجل ده عمل لوجن على مكنه ويندوز بيستخدم نفس اليوزر نيم والباسورد، الراجل ده عمل لوجن على مكنه لينكس بيستخدم نفس اليوزر نيم والباسورد. طيب هيفيدني في ايه السنجل ساين اون ده؟ والله حاجه بسيطه جدا، ان مش هيكون عندك البوليسي بتاعتك بتعمل او بتعمل مانج لنفس او بتعمل مانج البوليسي اكتر من مره. خلاص لما تحب تطبق البوليسي هتطبقها مره واحده وهتابلاي على الناس كلها، بغض النظر بقى هو هيخش على مكنه ويندوز ولا هيخش على مكنه لينكس. يعني لو انت عايز تحط باسورد بوليسي 90 يوم، ها الباسورد بوليسي 90 يوم دي المفروض تكون ايه؟ كونسيستنت ما بين كل السيستمز اللي موجوده. لو عايز تقول ان الراجل ده مش من حقه يغير الباسورد اكتر من 3 مرات في الاسبوع، يبقى برضو البوليسي دي لازم تكون ايه؟ ها يونيفايد على الانفايرمنت بالكامل، مش تطبق على شويه مكن وعلى شويه مكن تانيين، لا. تمام كده؟ طيب نرجع تاني لموضوعنا، ها ايه اكتر، ايه اكتر سيناريوهات موجوده حاليا؟ هما ثلاثه. الحاجه الاولانيه هتلاقي عندك، هتلاقي عندك سيرفر موجود او الانفايرمنت ما فيش فيها اي سنترال اوثنتيكيشن سيستم اساسا، ودي بتكون انفايرمنت غالبا بتكون لسه جديده، وده هيكون اسهل سيناريو بالنسبه لك. يعني لو انت رايح لشركه لسه بتفتح ابوابها والدنيا عندها تمام، او شركه ما كانش عندها اصلا اي سنترال اوثنتيكيشن سيستم، فانت اسهل حاجه بالنسبه لك. لو انت عارف ان الانفايرمنت دي كلها كل المكن بتاعها لينكس، اسهل حاجه طالما كل حاجه عندها لينكس اعمل انستول للايبا خلاص، وخلي كل الكلاينتس يروحوا اوثنتيكيت من الايبا بس كده، الدنيا هتبقى حلوه جدا عندك وسائل الفل من غير اي مشاكل، تمام كده. طيب السيناريو الثاني، لا انت عندك اصلا انفايرمنت موجوده اب اند راننج، يعني في شركه موجوده اصلا، والشركه دي في الطبيعي، في الطبيعي لو هي شركه عاديه هتلاقي عندها مكن ويندوز، فانت هتلاقي دايما عندها اكتف دايركتوري سيرفر، تمام، اوريدي اصلا موجود، فهتلاقي دايما عندك البوليسي بتاعتك ان يكون في سنترال اوثنتيكيشن. فانت ممكن الحل التاني بتاعك تجيب المكنه لينكس اللي عندك وتخليها اوثنتيكيت مع مين؟ ها مع الاكتف دايركتوري. هتقول لي هو انا ينفع، هو انا ينفع ها اخلي المكنه اللينكس تروح تاوثنتيكيت مع الاكتف دايركتوري بشكل مباشر؟ اقول لك ايوه ممكن نعمل حاجه زي كده، وهنعمل دي النهارده، تعالى نعمل نشتغل على دي النهارده كمان، تعالى نشتغل على دي النهارده خلاص كده. طيب الحاجه الثالثه مش علينا في الكورس دلوقتي، بس اقول لك الفكره بتاعتها غالبا ان شاء الله في المستقبل هنعملها بمجرد بس ما نوصل للتراك الثالث او التراك الرابع بتاعنا، اللي هي ايه؟ هيكون عندك دايما انفايرمنت زي ما قلت لك ان معظم الانفايرمنتس بيكون عندها اكتف دايركتوري. خلاص هنعمل ايه؟ هنيجي انستول ها ايبا سيرفر. هتقولي طب ما انا كده عندي، عندي تو سنترال اوثنتيكيشن سيرفرز او تو سنترال اوثنتيكيشن سيستمز والاثنين مختلفين عن بعض، واحده لينكس والثانيه ويندوز. هقول لك لا ثانيه واحده، المكن الويندوز هخليه يروح يوثنتيكيت من مين؟ من الاكتيف دايركتوري، لكن المكن اللينكس ها هخليه يروح يوثنتيكيت من الايبا. وفي نفس اللحظه هعمل انتجريشن ما بين مين؟ ها ما بين الاكتيف دايركتوري والايبا، بحيث ان الناس اللي موجودين هنا او اليوزرز اللي هنا يكونوا دايما سينكد مع مين؟ او يكونوا دايما ايه؟ سينكد مع الايبا. في الحاله دي هو نفس اليوزر نيم والباسورد اللي هنا هيتنقلوا هنا في نفس اللحظة من غير ما تعذب نفسك وتعذب الناس معاك. ها ايه رأيك؟ طبعا ده السيناريو اللي انا بحبه جدا، يعني انا عن نفسي بعشق السيناريو ده. خلاص ليه بحب السيناريو ده؟ لحاجة بسيطة جدا، ها مش هعذب الناس معايا. يعني الايبا فيها كابابيلتيز مثلا مش عمرها ما هتكون موجودة في الاكتيف دايركتوري، والاكتيف دايركتوري فيه كابابيلتيز عمرها ما هتكون موجودة في الايبا. خلاص كل واحد فيهم فعلا ديزايند ان هو يعمل حاجه معينه،
يعني مثلا مع الايبه ممكن اقول ان المكنه الفلانيه دي او اليوزر الفلاني، مجموعه اليوزرز الفلانيين او الجروب الفلانيه دي من حقها تنفذ مجموعه الاوامر، مجموعه الاوامر اكس وواي وزد على السيرفرات 1 و2 و3، ومجموعه الاوامر اكس وال وام على السيرفرات 4 و5 و7، تمام؟ وان اليوزر اللي اسمه احمد ومحمد وعلي من حقهم يلوجن على المكان الفلاني من وقت كذا لوقت كذا، ده طبعا بالمناسبه خاصه بلينكس بس مش كده وبس، واقول ان اليوزر الفلاني او المكنه الفلانيه الاس اس اتش كيز بتاعتها كذا، وان اليوزر الفلاني الاس اس اتش بتاعه كذا، الاس اس اتش كي بتاعه كذا، فالراجل ده لما يجي يعمل لوجن لو الاس اس اتش كي بتاعه كذا خليه يعمل لوجن او اسمح له ان هو يعمل لوجن على المكنه الفلانيه. الاي دي مش بتعمل حاجه زي كده، او الاي دي اصلا مش ديزاين ان هي تعمل حاجه زي كده اساسا، فده فيتشر خاص بالايبه بس، لان الايبه اصلا ديزايند ان هو يكون لايه، ها، لينكس او يونكس انفايرمنت. على الجانب الاخر الاكتيف دايركتوري عنده فيتشرز ها مش موجوده عند الايبا، يعني مثلا لو عايز تابلاي دومين وايد بوليسي، عايز تقفل اليو اس بيز على مكان ويندوز، الايبا مش هيسمح لك تعمل بحاجه زي كده، فانت خلاص ريح دماغك، خلي الناس الادمنستريتورز بتاع اللينكس يمانج الايبا سيرفر، وخلي الناس الادمنستريتورز بتاع الويندوز يمانج الاكتيف دايركتوري، والاثنين اصلا انتجريتد مع بعض، فانت خلاص ريحت دماغك من كل العك ومن كل الافلام اللي ممكن تحصل لك، تمام كده؟ ده افضل سيناريو على الاطلاق، ده احسن حاجه موجوده يعني، اعتقد ان انا ما شفتش حاجه احسن من كده بصراحه، ماشي؟ طيب الهيدك او ايه العيوب بتاعته، اكبر عيب بالنسبه له ان انت محتاج واحد يماب الريكويرمنت، لان في بعض الحاجات مش هتقدر تعمل لها ابلاي من الاي دي بشكل مباشر، فانت محتاج التو تيمز، لو عندك تو تيمز موجودين ان هما الاتنين ايه، ها، يقعدوا يتكلموا مع بعض على البوليسي، خلاص. ليه حاجه زي كده؟ لان زي ما قلت لك الاي دي بيحقق لك حاجات معينه والايبا بيحقق لك حاجات معينه تانية خالص، فانت دايما لما تيجي تحط بوليسي خليها جينيريك، ها، باكبر قدر ممكن. ما تجيش بقى تقول لي مش عارف ان السوفت وير اللي اسمه اكس لازم يكون انستولد على كل المكن، طب ما انت السوفت وير ده اصلا ممكن ما ينفعش انستول على لينكس اساسا، يعني خلي الريكويرمنت بتاعتك جينيريك بشكل باكبر شكل ممكن، يعني ده اللي اقصده، ماشي كده؟ ها، حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ ماشي. فتعالى نتكلم النهارده بما اننا لسه بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، تعالى ده الجزء ده احنا اتكلمنا عنه لو انت فاكر المره اللي فاتت، عايزين النهارده ايه، نتكلم على الجزء ده، الحته دي اللي هو الاكتيف دايركتوري مع المكن لينكس، وده اللي مهم جدا بالنسبه لي النهارده، خلاص تمام. الراجل اسمه محمد عطا الله بيسال هل ينفع اجهزه الويندوز تشتغل من او توثنتيكيت من الايبا سيرفرز؟ ايوه ممكن، مفيش اي مشاكل، لكن زي ما قلت لك الخازوق في الموضوع ايه، ها، البوليسي اللي هتعمل لها ابلاي هيبقى شكلها عامل ازاي، البوليسي هيبقى شكلها عامل ايه، يعني لو المكن الويندوز ده عمل اوثنتيكيت من الايبا تمام مفيش عندي اي مشكله والله انا مش معترض، بس البوليسي هيبقى شكلها ايه، خليك فاكر الايبا مش ديزايند ان هو يتعامل مع مكان ويندوز، فمعظم الفيتشرز اللي انت اصلا عايزها من الاكتيف دايركتوري مش هتعرف تطبقها من الايبا، فيبقى انت لبست نفسك، تمام كده؟ طيب نرجع لموضوعنا. قبل ما نعمل اي حاجه بس تعال كده نشوف هل انا عندي في ويندوز سيرفر اصلا موجود ولا لا، وتعال نجرب نعمله انستول، لان انا ما عنديش ويندوز سيرفر اصلا تقريبا على الجهاز، فانا اعتقد عندي على هارد بورتابل كده كان في شويه ايزو كنت واخدهم من واحد او كنت عمال الم فيهم، وشويه كنت واخدهم من ناس. هنا هو هتلاقي في شويه ايزوات حلوه هنا كده، تعالى كده ندور على اي ويندوز عندي، في عندي هنا ويندوز سيرفر، في عندي ويندوز سيرفر 2008، وفي عندي ويندوز سيرفر، مفيش ويندوز سيرفر 2012 حتى، ويندوز سيرفر 2012
تعالى كده ندور هنا على 2012. اعتقد عندي اهون في ويندوز سيرفر 2012 اهون، ممتاز. في عندي داتا سنتر اديشن، مش مشكلة، احنا عايزين ستاندرد بس. في ستاندرد اهون، في عندي ستاندرد اهو، تعالى ناخده كده نسخة كابي منه وتعالى نحطه هنا على الاي، تعالى نرميها هنا كده في ايزو عشان اشتغل منها. عمل حاج ده ينقل كده، تعال نرجع لمين، المكن بتاعي هنا كده، وتعالى نستول مكنة جديدة. تعال نمسح كل الكلام اللي احنا عملناه قبل كده ده، مش محتاجينه في حاجة، شكرين يا سيدي. وتعال من أول، أو تعال ناخد نسخة ماستر من عند اللي احنا نعمله النهاردة عشان تبقى معانا لحد بقية الكورس، كل ما نحب ايه نريست، ما نقعدش انستول كل شوية بدل ما احنا معذبينكم كده. تعالى هنا كده انستول، تعال الاول انستول، او تعال انستول سينتوس الاول وبعد كده نخش على ويندوز سيرفر. تعال ناخد نعمل نسخة كده ماستر ايمج نشتغل منها دايما، كل ما نحب نشتغل هن ايه هنكوبي منها على طول بشكل مباشر. عندي هنا فيرتشوال ماشينز اهي، تعال نعمل كوبي كده. اعتقد 2 جيجا اكتر من كافيين عليها، شكرا. تعال خلي الديسك بتاعها ده 50 جيجا. اعتقد تمام جدا كده، مش محتاجين اكتر من كده. تعال هنا كده انستول سنتوس، على مدى يبدأ كده وربنا يديله الصحة. تعالى انستول ايه نيو فيرتشوال ماشين كده، تعالى نخليها تيبيكال بما انها ويندوز، وتعالى نختارها ويندوز سيرفر. بلاش دات سنتر، خليها ستاندرد، حلو جدا. تعالى هنا كده نرميها هنا، مش محتاجين منها أي حاجة غريبة يعني. أعتقد إن ده كفاية جدا.
شكرا. وده كان بدأ الانستوليشن بتاعه ده يعني تمام. ممتاز ان شاء الله دقايق ويبقى السيستم بقى انستولد اوريدي، يعني اعتقد ان شاء الله دقيقتين بالظبط 3 دقايق. ايوه محمد، ردينا على السؤال ده. ممكن يكون عندك سكندري، ايوه ممكن يكون عندك اكتر من ايبا سيرفر. هنا المكنه لينكس خلصت انستوليشن في انتظار ان المكنه ويندوز هي كمان تخلص ان شاء الله. لسه بتنستول هي ولسه بتريبوت مره تانية كده. المكنه السنتوس خلاص بقت جاهزه.
هل في طريقة معينة بتخليك تحول السكيما من AD لLDAP؟ لا مفيش، لازم تكتب السكيما من أول وجديد بإيدك، لازم للأسف. تمام، تعالى كده نروح على المكنة اللينكس. تعالى كده بنج كده على ياهو الأول. أهو أنا عندي في إنترنت أكسس، ممتاز جدا. عشان أبدأ أشتغل بس محتاج أعمل شوية حاجات بسيطة جدا على المكنة اللينكس دي. الأول تعالى كده نشوف الأي بي بتاعها إيه. الأول أي بي أدرس شو كده. الأي بي بتاعها يا سيدي 147. تعالى كده نروح لإيه، موبا اكسترم كده، ربنا ينفخ في صورته ويكونكت المرة دي. يلا يا عم بقى ما تخنقناش. انت فعلا خنيق بجد يعني. مش عايزين منك حاجة يا عم، تعالى كده يا عم انستول ريلم دي. تعال كده نبدأ نتكلم على موضوع ايه الريلمز دي. لا انستول ونسيبها انستول لانها تاخد وقت، وتعال نروح نتكلم عليها كده بسرعة ونفهمك ايه هي الريلم دي. دي ويندوز مكنة، الويندوز هي ربنا كرمها والحمد لله نفخ في صورتها وايه اشتغلت. ممتاز جدا، تعالى كده نشوف المكنة دي معاها اي بي كام. تعالى كده نكبر كمان الشاشة بتاعتنا دي، اعتقد ان كده افضل. واخدة اي بي كام؟ 148. ممتاز جدا، تعالى هنا كده وتعالى ايه، اول حاجه دايما 192 168 153 148، 192 168 153 2. وعندي هنا الدي ان اس هخليها تريزولف من نفسها رقم واحد، وبعد كده هخلي الدي ان اس التاني بتاعها جوجل نفسه. يبقى كده المكنه دي، بما ان احنا هنسطب اكتيف دايركتوري على نفس المكنه، فالاكتيف دايركتوري باي ديفولت بتنستول الدي ان اس او لوكال دي ان اس. طالما في لوكال دي ان اس انا بقول المكنه دي اعمل لي ريزولف من نفسك رقم واحد، بعد كده ها روح اعمل لي ريزولف من مين، من الحاج جوجل. طيب كلام جميل، بعد ما خلصنا كده تعال نجرب ونشوف هل في انترنت ريتشابيليتي عندي ولا لا. في عندي، ممتاز جدا. الحاجه الثانيه عندي لما يكون في مكنه ويندوز واعمل لها انستول كدومين كنترولر، من اهم الحاجات المفروض تكون عندي ان انا اعمل ايه المكنه دي، اغير الاسم بتاعها دايما عشان يكون اسم يعني يتفهم يعني. تعال كده نروح للكمبيوتر نيم هنا، دايما ويندوز هو بيعمل انستول بينستول باسم، هتلاقيه اسم عشوائي كده بيطلع، او مش عشوائي بياخد اي دي كده بسرعه على او يونيك اي دي على الشبكه عشان ما يحصلش كونفليكت. وهكلمك دلوقتي على موضوع النت بايوس نيمز والحاجات دي حالا حالا، ما تقلقش يعني. تعالى كده نسميها اي دي، تمام. لسوء الحظ ان انت ما دام غيرت الهوست نيم على المكنه ويندوز فانت لازم تريستارت المكنه، فانا لازم هضطر ان انا اعمل ريستارت هنا. هنا عندي المكنه لينكس اهي، ريلم دي اللي انا رحت طلبتها ان هي تعمل لها انستول. فين 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 اهي، ممتاز. طالبه حوالي 400 كيلو داونلود لباكجز، هقول له ماشي يا عم اعمل لها داونلود واسيبه بقى ايه ربنا يديله الصحه كده في الانستوليشن بتاعه. خلاص خلص الانستوليشن، شكرا.
دي الماكينة ويندوز اهيا، قامت مرة تانية اهيا. تعالى نعمل انستول. تمام، عندي انترنت حتى بعد ريبوت، معنى كده النتورك سيتنجز بتاعتي مظبوطة. تعالى نعمل ايه، كونفيجر لوكال سيرفر. تعالى هنا كده نضيف رولز، مانج كده، اد رولز اند فيتشرز، نيكست. تعالى نختار رول بيزد فيتشر بيزد سيت اب على نفس المكنة دي. هانستول اكتف دايركتوري دومين سيرفيس. بيقول لك عشان انستول اكتف دايركتوري دومين سيرفيس محتاج كل الكلام ده، هاد الفيتشرز دي. تمام، انا ممكن كمان اعتقد ده اكتر من كافي، يعني مش محتاجين اكتر من كده. نيكست نيكست نيكست. انا ممكن كمان معاها نرجع كده ثواني. نانستول الدي ان اس سيرفر معاها كمان. اعتقد ده كفاية جدا. الجروب بوليسي كمان هتنزل. بس خلاص، شكرا. هسيبه ايه يعني ستور، ربنا يديله الصحة بقى. وتعالى احنا كده نتكلم على ايه الحاجات اللي احنا عملناها دي. اعتقد دوت نت بتبقى اصلا انستولد باي ديفولت على ويندوز سيرفر. الدوت نت بتبقى انستولد باي ديفولت على ويندوز سيرفر، يعني صح؟ ماشي، ما تقلقنيش بقى من ويندوز، انا اصلا يعني اشكك في ويندوز في كل حاجة يعني، فما تقلقنيش اكتر، ابوس رجليك. كفايه ان انا اصلا عندي وسواس قهري منه يعني. خلينا عم نشوف لحد ما نخلص وبعد كده ايه. لا، التراك الجاي هنتكلم على الدي ان اس ان شاء الله بالتفصيل، وهن امبلمنت ماستر دي ان اس وسليف دي ان اس، وهن امبلمنت ريد اسف كاش اونلي كمان. خلاص كده الانستليشن خلص، الحمد لله الحمد لله خلص اهون. ممكن نعمله كلوز هنا. في عندك هنا حاجة كده بيقول لك تعال كده نبرموت السيرفر ده بقى دومين كنترولر. هنعمل حاجة اسمها اد نيو فورست. تعال نكبر كده عشان تبقوا شايفين ايه اللي بيحصل. الدومين بتاعك دون هتضيف السيرفر دون لدومين موجود اصلا قبل كده، ولا هتضيف سب دومين للدومينز اللي موجوده عندك، ولا هتعمل حاجه جديده خالص، او انت هتنستول هتنستول دومين جديد من اول. انت بتكونفيجر سيرفر لدومين ما كانش موجود اصلا قبل كده. ده اللي انا بعمله دلوقتي. اد نيو فورست، الاسم بتاعها سميها وليكن مصطفى دوت كوم، ده هيكون اسم الدومين بتاعي. دومين كنترولر كابابيلتيز بيقول لك ان هو هيكون دي ان اس سيرفر كمان، يعني هيكون اكتف دايركتوري وهيكون دي ان اس في نفس اللحظه، وهيكون جلوبال كاتالوج كمان. ماشي، مفيش اي مشكله. طالب منك بس الباسورد بتاعته. للريستور مود تمام، هتحتاجها بس في حاله ريستوريشن بس. باسورد كومبلكسيتي. طيب تعال نحط له باسورد غبية شوية. ماشي،
ماشي، أعتقد إن احنا كده ممكن نكمل كمان، مش أي مشكلة. net bios name، next، ده المكان اللي هيكون فيه داتابيز بتاعتك بتاع الاكتيف دايركتوري والسيسفول او اللوك فايلز كمان بتاعتك. خلصنا كده تقريبا، تقريبا شبه خلصنا. الباسورد بتاعتنا اللوكال، تعالى كده ايه نجرب نغير الباسورد بتاعتنا. الاكونت بتاعنا ده ادمنستريتور، اصلا ما نقدرش. تعالى كده كريت باسورد، يلا يا سيدي انجز. اعتقد ان احنا المرة دي جاهزين خلاص. انا بس مطلع لك ايه، ان في عندك هنا مشكلة للديليجيشن، لان انا اخترت الدومين اسمه مصطفى دوت كوم، وهتلاقي الدومين ده اصلا بما اننا كده كده واصلين الانترنت، فانا مش قادر اخد ديليجيشن للايه، لنفس الاسم، لان غالبا هتلاقي الاسم اصلا متاخد على الانترنت هو كمان. ما علينا، احنا مش عايزينه، احنا عايزينه اصلا لوكالي، احنا بس هنستخدمه لوكالي بس، فمش فارق معايا في اي حاجه دلوقتي حاليا. تعال نعمل له انستول. بيقول لك ان في كمان في وورنينج هنا تاني، ان الدومين بتاعك ده بيسبورت بعض الكريبتوغرافيك الجوريزم كومباتبل بالان تي 4 خلاص، اللي بتسمح ب كريبتوغرافي الجوريزم بتكون السيكيورتي بتاعتها ضعيفة شوية. برضه عادي مفيش مشاكل، كل اللي بنعمله لوكالي، فمش فارق معاك في أي حاجة. ماشي، هيبدأ الانستوليشن بتاعته وربنا يديله الصحة بقى. نسيبه احنا بقى كده، نسيبه احنا بقى كده على جنب، أو استنى خلينا لحسن يطلع لنا خازوق ولا حاجة في ويندوز تاني. نستنى نخلينا نتابعه كده، مش هتفرق معانا في دقيقتين ولا حاجة، عشان نبدأ نتكلم على إيه، على موضوع إيه ويندوز بقى، وإيه حكاية الدومين نيم والفورست، وايه الافلام اللي احنا شايفينها دي. تعال نتكلم عليها، لان ويندوز له مصطلحات شويه ايه خاصه بيه كده، وتعال نتكلم عليه. يلا يا عم الحاج. خلاص بقول لك السيرفر بتاعك بقى دومين كنترولر دلوقتي. تعمل كلوز كده للحاج ده، هو اوتوماتيك بدأ يعمل ريستارت اهو. تعالى بقى نشيل الهارد ديسك بتاعنا البورتابل ده، ونبدأ ايه
والله دي مستنيين نخلص في شوية حاجات كده ملهاش أي لازمة. ما علينا. الهارد بتاعي تقريبا كل الاجهزه اللي عندي كلها هارد اس اس دي، ما بجيبش معاش، انا بجيب هاردات عاديه خالص بقالي تقريبا سنتين ونص يعني، ما مررت ما تستحملش ان انا اشتغل على هارد ديسك عادي حتى الان. ما اقدرش بصراحه، سواء الويندوز او الماك الاثنين بستخدمهم اس اس دي. ومن المفترض اصلا انا كنت هبدا اسجل معاكم من على الماك خلاص، بس في شويه حاجات او في شويه شغل تاني موجود على الماك لازم اخلصه الاول قبل ما ابدا انقل على ابدا انقل الحاجات كلها من على ويندوز عليه. في حاجات لازم اخلصها على الماك الاول، فمضطر ان انا يعني مضطر ان انا استحمل الخوازيق بتاعه ويندوز دي لحد ما ايه، لحد ما اخلص بقيه الشغل الموجود على الماك. فهنقل عليه ان شاء الله يعني اسبوعين كده ولا حاجه. يا عم ايه المشكلة؟ مالها يا عم ابل، مش عاجبك في ايه ابل يعني؟ الحمد لله ربنا كرم السيرفر بتاعنا هون، الحمد لله ربنا كرمه. ماشي تعال اقفل ده كده، مش عايزين منه حاجة دلوقتي. شكرا يا سيدي الناس، وتعالى ايه، تعال نبدأ نتكلم على شوية مصطلحات هنا. انت لسه فاكرني؟ شكرا يا عم، اتكل على الله. انت ليه برضه مهيس؟ طيب شكرا يا سيدي، انت اقفل يا عم سمارت سكرين، انت مش عايزينك في اي حاجة. ربنا يشفيك يا رب. طيب تعال كده نتكلم على شوية مصطلحات، تعالى كده نتكلم على شوية مصطلحات احنا عدناها كده بسرعة، نرجع لها بقى كده بسرعة عشان ايه تبقى فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. تمام، في عندنا حوالي اربع او خمس مصطلحات عايزين نتكلم عليهم. المصطلح الاولاني الدومين، المصطلح الثاني فورست، المصطلح الثالث هتسمع عليه في ويندوز حاجة اسمها اس اي دي. ايه تاني كمان؟ بما اننا شغالين ويندوز مع لينكس كمان هكلمك على حاجه اسمها اس ام بي. خلاص ايه تاني؟ النت بايوس نيم، ايه كمان؟ اللهم صل على النبي. ممكن اتكلم على الوينز. ايه تاني ممكن نقابله؟ هنتكلم على الريلم دي. خلاص هنتكلم كمان على ويمبند، يعني اعتقد ان ده سب دومين. تمام كده، دي الحاجات اللي هنتكلم عليها كده بسرعة. ماشي، حد عنده اي اقتراح اي حاجة تانية ممكن اضيفها؟
ها من اسمه، يعني من اسمه واضح هو بيعمل ايه. انا كان في حاجة او اتنين كمان بفكر افتكرهم، مش جايين في دماغي. طيب تعال نبدأ بدول كده بسرعة، تعال نبدأ بدول بدل ما احنا عمالين نضيع وقت. ماشي كده، تعال كده نمسكهم واحدة واحدة، تعال نمسكهم واحدة واحدة. بص يا سيدي، تعال انت هنا كده، الأول يعني إيه دومين؟ يعني إيه دومين؟ بكل بساطة، بكل بساطة عشان أوضح لك معنى. بص، عندك شركة، الشركة دي فيها مجموعة أجهزة، سواء مجموعة ديسكتوبس أو مجموعة سيرفرات موجودة عندك. خلاص، عايز أقول لك، سواء بغض النظر انت عندك ديسكتوبس او سيرفرات او حتى المستخدمين نفسهم، ماشي، يعني حتى المستخدمين نفسهم اللي موجودين عندك، كل الناس دول مع بعض كده هم الدومين بتاعك، سواء مستخدمين سواء اجهزة موجودة عندك، هم دول الدومين بتاعك. ممكن تقول كده ان الدومين اعتبره ان هم عبارة عن الحدود اللي بتشمل الناس اللي موجودين عندك كلهم بالأجهزة بتاعتهم، بكل بساطة السكيورتي باوندري اللي بتحدد لك ايه الناس اللي انت عايز تحطهم تحت المظلة بتاعتك. بكل بساطة، خلاص، عشان اوضح الموضوع اكتر، لو انت عندك شركة هي عبارة عن مجموعة الأجهزة والمستخدمين اللي هيطبق عليهم بوليسز معينة تحت الدومين بتاعك، ان الحاجات اللي انت هتعمل لها كنترول سواء كانوا اشخاص او سواء كانوا اجهزة. بس ده معنى كلمة دومين. لو طبقتها على الواقع، لو دولة معينة، فالدومين بتاعك هيكون الدولة دي، اللي هم مجموعة الاشخاص والممتلكات اللي الدولة دي بتشملها. لو بتتكلم الدومين بتاعك على مستوى مدينة، فهي عبارة عن المدينة بكل اللي فيها، سواء اشخاص برضو او ممتلكات او مصانع او اي كان او اي حاجه خاصه بالمدينه دي. لو بتتكلم عليها كشركه، فهي عباره عن الشركه كلها، سواء اشخاص او اجهزه موجوده. الاجهزه دي ممكن تكون عباره عن سيرفرات، ممكن تكون اجهزه ديسكتوبس، ممكن تكون برينترز. خلاص، طالما الناس دي كلها هيطبق عليهم بوليسز معينه، او كلهم في سكيورتي باوندري معينه، او سكيورتي باوندري واحده، ها، فهم دول باختصار بسيط جدا هم عباره عن الدومين بتاعك. بس كده، ادي كل الحدوتة. ها، حد عنده اي مشكلة في الحتة دي؟ حد عنده اي مشكلة في الحتة دي؟ طيب، كلام جميل. طيب، ده كان بالنسبة للدومين. طيب، ايه بقى معنى كلمة فورست؟ ايه معنى كلمة فورست؟ بكل بساطة الفورست هي عبارة عن تجميع لمجموعة دومينز مع بعض. يعني ايه تجميع لمجموعة دومينز مع بعض دي؟ بص لي كده، انت كان عندك وليكن، خلينا ناخد الدولة كمثال، دولة واحدة كمثال. كان عندك دولة، الدولة دي كانت بادئة بمحافظة واحدة اسمها القاهرة. خلاص، انت حبيت تضيف محافظة تانية خالص ليها، فالقاهرة دي تحت منها ايه؟ او القاهرة دي عبارة عن دومين خاصة بيه، او خاص بنفسه، ملوش دعوة بأي حد تماما. تمام؟ حبيت تضيف محافظة تانية، هتضيف محافظة تانية كده، هتعمل فورست جديدة، هتعمل زي مش سب دومين، لا، اعتبره كأنك عملت يا سيدي لوجيكال جروبينج جديد. اللوجيكال جروبينج ده بيكون للبوليسز الخاصة بيه،
بيكون ليه الممتلكات الخاصة بيه أو الأجهزة اللي موجودة فيه مختلفة تماما عن الأجهزة اللي موجودة اللي كانوا موجودين في القاهرة. يعني الناس اللي موجودين وليكن في الإسكندرية ليهم مجموعة قوانين خاصة بيهم مختلفة عن الناس اللي موجودة في القاهرة، تمام؟ معنى كده إن السكيورتي باوندري بتاع الناس اللي موجودين في القاهرة مختلفين عن السكيورتي باوندري بتوع الناس اللي موجودين في إسكندرية. زي الولايات كده بالظبط، كل ولاية ليها القوانين الخاصة بيها، وكل ولاية ليها الرئيس بتاعها المختلف أو المحافظ بتاعها المختلف، وليها النظام بتاعها الخاص بيها المختلف عن بقية الولايات التانية. بالظبط، أدي نفس الفكرة، تمام؟ الفورست هيسمح لك بشوية حاجات، ممكن تقول إن هي عشان الانتر اوبريشن بين الدومينز. يعني ايه بقى الانتر اوبريشنز دي؟ بص لي كده، تخيل يا سيدي، تخيل انا كان عندي النهارده دوله اسمها اكس ودوله اسمها واي، الدولتين دول قرروا في لحظه معينه ان هما الاثنين ينضموا لبعض ويعملوا اتحاد فيدرالي، تمام؟ فانت القوانين اللي كانت بتسري على الدوله اكس مختلفه عن القوانين اللي بتسري على الدوله واي، بس دلوقتي لما الاثنين انضموا مع بعض انت محتاج يكون في ايه، قوانين موحده. غالبا لما بتحصل حاجه زي كده بتفضل معظم او بعض القوانين اللي كانت بتنضم على او بعض القوانين اللي بتنطبق على اكس هتفضل زي ما هي على اكس، والقوانين اللي عند واي هي نفسها اللي عند واي، بس هيكون في قانون موحد ما بين الدولتين. خلاص، يعني في الطبيعي هيكون بقى في قانون موحد للدولتين، بس بعض القوانين هتفضل تسري على اكس بس وبعض القوانين تفضل تسري على واي بس. اديك مثال عليها، مثلا بص على دول مجلس التعاون الخليجي، هتلاقي في قوانين ثابته عند الناس كلها، مثلا قوانين تجاريه معينه او قوانين اقتصاديه معينه او قوانين ماليه معينه، لكن في الاخر كل دوله عندها القوانين الخاصه بيها اللي بتحكم تعاملات افرادها، تمام؟ الفورست هيسمح لك بقى الانتر اوبريشنز بين القوانين دي. يعني لو انت موجود في دوله زي الامارات وحبيت تروح السعوديه ومش عارف وعايز تنقل شغلك من دوله لدوله تانية ومش عارف ونظام الفيز مش عارف عامل ازاي، هيسمح لك ان انت وهيكون الانتر اوبريشن بين الدولتين دي بالنسبه لك هيسهل لك الدنيا وهيسهل لك الشغل بتاعك. انا يعني بابسط طريقه ممكنه معنى الفورست، ماشي؟ طيب، حلو جدا. لما بتيجي تعمل دومين، الاولاني ده معناه انت عملت فورست واحده. خلاص، يعني بكل بساطه انت جيت عندك دومين اهو، جيت بنيته. تعال اكلمكم بلغه الناس بتاع ويندوز. انت عندك دومين وليكن دومين اسمه اكس، خلاص الدومين اللي اسمه اكس دون، جيت انت رحت جاي عملت له يوزرز وعملت له ريسورسز ثانيه تحته، خليها يوزرز وخليها اجهزه كمبيوترز وعنده ريسورسز كمان خاصه بيه، اللي انت عملته ده سيستم كامل، اللي انت عملته ده كده اسمه دومين. عندك دومين تاني خالص، اسمه واي. تعال اقفل ده كده. واي ده برضه هو كمان عنده يوزرز وعنده كمبيوترز وعنده بقية الريسورسز الخاصة بيه. انت عايز تمرج الاثنين دول مع بعض، عايز تضم الاثنين دول مع بعض، الدولة دي حابة تضم مع الدولة دي، ها قال لك بس انت هيكون عندك، بما ان انت بتتكلم على ضم دولتين مع بعض، قال لك بص هو كده كده افضل بعض القوانين اللي عند اكس زي ما هي بتنطبق على اكس بس، واي عندها بعض القوانين بتنطبق على واي بس، بس في الاخر لما ضمهم على بعض كده انا كده عملت ايه، ضميت الاتنين مع بعض. خلاص، فانا كده عملت ايه، الفورست ده اتضم على الفورست ده. بالمناسبة انت لما تعمل دومين هنا فانت كده عملت فورست، ماشي، وده فورست ثانية. لما ضميت الاتنين دول مع بعض بقى بيسمح لك
ان الناس اللي هنا في الدولة دي ممكن يدخلوا الدولة دي من غير اي نظام فيز. الكمبيوترز اللي هنا ممكن يبقى في بينهم وبين بعض زي تراست ريليشن شيب، خلاص. الريسورسز اللي هنا ممكن تبقى شيرد مع الريسورسز اللي هنا، او على حسب البوليسي بتاعتك. انت ممكن تقول بوليسي الريسورس اللي اسمه كي هنا ما يتكلمش مع الريسورس اللي اسمه ال هنا، كله في الاخر هيبقى تحت بند ايه؟ هيبقى تحت بند البوليسي بتاعتك. ادي بكل بساطه كل اللي احنا قلناه. يبقى الدومين هو عباره عن مجموعه من اليوزرز، الكمبيوترز عباره عن مجموعه من ريسورسز. بكل بساطه بمجرد ما انت عملت دومين فانت كده عملت جواه حاجه اسمها فورست. ايه الفورست دي؟ الفورست بكل بساطه هي ايه؟ ها، جروب او لوجيكال جروبينج من اليوزرز او الجروبس. يعني انت ممكن تعمل، تعال نرجع لموضوعنا هنا كده، او تعال نرجع للحته دي. ممكن يكون عندي دومين واحد بس وكريت فيه اكتر من فورست. على كده ايه، نشغل الماوس ده. ممكن يكون عندك يا سيدي، ها، أو تعالى كده نعذب نفسنا واحدة جديدة خالص. تعالى نبدأ نكتب كده أهو. عندك دومين وليكن اسمه country x، country x دي كان عندها بمجرد ما انت كريتها فتعمل لها فورست فيها وليكن state x أو state l. ستيت ال دي عندها اليوزرز والجروبس والايه كمان والريسورسز الخاصه بيها. ماشي، انت رحت جاي ضايف محافظه تانية فانت عملت ستيت جديده، دي عباره عن فورست. الفورست هي عباره عن لوجيكال جروبينج من ايه؟ ها، من مجموعه من الحاجات دي. عملت ستيت تانية وليكن ستيت ام، وعملت لها اليوزرز والجروبس والريسورسز الخاصه بيها، كلهم بيداروا عن طريق مين؟ ها، الكانتري اكس دي. ده الوايت بوليسي بتطبق على الدوله دي. ده فورست وده فورست تانيه. جيت ضفت محافظه تالته ضفها برضو بقت فورست تالته وهكذا. بالمناسبه انت عملت فورست هنا، ممكن تيجي في المحافظه دي تعمل مدينه، فدي بقت عباره عن ايه؟ ها، فورست جديدة. جيت ضفت مدينة تانية، المدينة دي بقت فورست جديدة هي كمان. جيت ضفت مدينة تالتة، فورست تانية. ماشي كده؟ ها، طيب كلام جميل. تعال نرجع لإيه؟ لبقية الموضوع اللي موجود عندنا. إيه تاني اللي اتكلمنا عنه؟ على ال SID. ها، حد سمع عن كلمة ال SID قبل كده؟ ال SID بكل بساطة معناها ايه؟ ال Identifier. ها، لما الكمبيوتر يخش الدومين، هياخده. يعني ايه؟ يعني بص، انت عندك كمبيوتر موجود، عندك كمبيوتر موجود، ماشي. الكمبيوتر ده بقى جزء من الدومين، بقى عباره عن ريسورس من الريسورسز بتاعت الدومين. فالكمبيوتر ده كده لازم يكون رقم يونيك، او له رقم، الرقم ده يونيك بالظبط. عامل بالظبط كده زي، اعتبره كده زي رقم البطاقه بتاعك، بس ده بالنسبه للكمبيوترز اللي موجوده. طب الرقم ده فائدته ايه؟ الرقم ده فائدته ان يكون في يونيكنس موجود في الدومين بتاعك. يعني ما يجيش كده في تو كمبيوترز لهم نفس الاي دي. خلاص كده؟ اس اي دي اختصار السيستم ايدنتيفاير، ده رقم تاني، رقم يونيك بيتعمل له اساين للجهاز، او لما لكل جهاز لما تضيفه للدومين بتاعك. تمام كده؟ طيب ايه كمان يا سيدي؟ الاس ام بي، او قبل الاس ام بي، النت بايوس. ايه النت بايوس ده؟ النت بايوس بكل بساطه هو عباره عن بروتوكول كل وظيفته بيدي نيمينج، او بيدي النيمز، بيدي الاسماء على النتورك عندك.
النت بايوس كان عبارة عن مايكروسوفت كده حابة تتهبل في دماغها وتعمل زي ريبليسمنت للدي ان اس سيستم، فراحت عاملة حاجة اسمها النت بايوس، مش كده؟ النت بايوس ده قالت لك بس انا هستخدمه عشان ايدنتيفاي اودي نيمينج لكل جهاز موجود على الشبكه، تمام؟ طبعا النظام ده فشل ذريع، وما قدرش يريبليس الدي ان اس سيستم اللي موجود حاليا خلاص، بس حتى الان ما زال هو اللي بيستخدم على المايكروسوفت نتوركس بكل بساطه، الشبكات اللي على او الشبكات اللي شغاله بمايكروسوفت نتورك، مايكروسوفت نتوركس بمعنى ادق، تمام كده؟ يعني الاجهزه اللي موجوده على الشبكه، الاجهزه اللي كلها ويندوز موجوده على الشبكه هتحاول تتكلم مع بعض، فالاجهزه دي لازم يكون ليها هوست نيمز. طب لو مفيش دي ان اس سيستم موجود هيتكلموا ازاي؟ مايكروسوفت حابه تعمل بروتوكول كده يريبليس الدي ان اس سيستم خلاص، لكن في الاخر البروتوكول ده فشل ان هو يريبليس، وفضلت مايكروسوفت حتى الان تستخدمه عشان المكن اللي موجود على نفس الشبكه، المكن ويندوز تحديدا اللي موجود على نفس الشبكه يقدر يتكلم مع بعضه حتى لو مفيش دي ان اس، تمام كده؟ ايوه، حتى لو مفيش دومين، ولو مفيش دي ان اس خلاص مفيش دومين اصلا، طالما مفيش دي ان اس فمفيش دومين. طيب كلام جميل. الوينز، ايه الوينز ده كمان؟ دلوقتي في عندك مشكلتين، او في عندك مشكله ظهرت، في عندك مشكله ظهرت اللي هي ايه؟ انت دلوقتي هيكون في عندك اجهزه موجوده شغاله بالنت بايوس، وفي اجهزه بقت ممبرز في الدومين. طب الاثنين هيتكلموا مع بعض، هيتكلموا مع بعض ازاي؟ لو عندك حاجه زي كده، في اجهزه موجوده جزء في الدومين واجهزه مش في الدومين، لسه شغاله بالنظام القديم او لسه شغاله بالنت بايوس، هيتكلموا مع بعض ازاي؟ قال لك بس راحوا عاملين كده، عاملين حاجه اسمها الوينز. الوينز ده تبقى كل وظيفته ان هو يعمل ايه؟ يريزولف النت بايوس نيم للهوست نيم، يعني يشوف الاسم اللي هيستخدم على الشبكه بتاعت ويندوز دي او على الشبكه اللي كل الاجهزه اللي فيها ويندوز، ويماب الهوست دون او يماب النت بايوس نيم ده للهوست نيم بتاع المكنه نفسه. تاني يعني بص، الحركه الغبيه اللي مايكروسوفت عملتها، حبت تريبليس الدي ان اس بايه؟ بالنت بايوس. النت بايوس فشل، مش تحل المشكله، لا راحت عامله الوينز وقالت لك الوينز ده هيستخدم عشان يماب النت بايوس نيم للهوست نيم. دي حاجه غبيه جدا، يعني بالظبط عمل زي واحد كده حب يعمل ايه؟ حب يريبليس الاسم الثلاثي بتاعك او الاسم الرباعي بتاعك اللي بيستخدم في البطاقه بان يكون لكل واحد اسم دلع، يعني انت اسمك محمد احمد محمد وليكن زعبله، فقال لك خلاص انا اسميك زعبله، فرجع قال لك يا عم طب زعبله، طب انا هعرف اسم ابوه ازاي واسم جده ازاي واسم عيلته ازاي؟ قال لك بس خلاص انا هعمل لك سيستم جديد يماب اسم الدلع اللي اسمه زعبله لاسمك الرباعي اللي هي ودنك منين يا جحا خلاص. فدي كانت حركه غبيه جدا، يعني طب ليه في الاول كنت عملت النت بايوس نيم طالما هو مش كويس او هو مش كافي ان انت ايه تعمل اللي انت عايزه خلاص، ما كانش له لازمه اساسا يعني. طيب ما علينا، اللي بعدها كمان الوين بند. ايه الوين بند ده؟ ها ايه الوين بند ده؟ الوين بند بكل بساطه هو عباره عن عن بروتوكول مايكروسوفت، او عباره عن مايكروسوفت بروتوكول بيستخدم للاوثنتيكيشن، تمام كده؟ ايه تاني؟ الريلم. فاكر لما قلت لك ان الاكتف دايركتوري او الاي عباره عن سيستم بينتجريت شويه حاجات مع بعض، منها مثلا ها الكيربروس، منها الان تي بي، منها مش عارف وليكن الدي ان اس، منها مش عارف ايه وايه وايه، شويه حاجات كتير قوي كده مع بعض، لو جمعتها مع بعض فانت بيكون عندك سنترال اوثنتيكيشن. قلت لك ان الاي دي عباره عن امبلمنتيشن سنتر اوثنتيكيشن سيستمز دي، والاي عباره عن امبلمنتيشن ثانيه، الاثنين فيهم جزء مشترك مهم جدا اللي هو الكيربروس خلاص. الكيربروس ده عباره عن اوثنتيكيشن سيستم موجود،
الكيربروس كل حاجة عنده ها أو بيتعامل مع الدومينز على إنها ريلمز. خلاص؟ يعني الكيربروس لما تيجي تقول الكيربروس أنا الدومين بتاعي اسمه كذا، مش هتقول الدومين بتاعي اسمه كذا، هتقول الريلم بتاعي اسمه كذا. خلاص كده؟ الريلم دي اعتبره كده بالظبط كأنك بتتكلم على دومين أو سب دومين. ماشي؟ تمام كده؟ لما نيجي إن شاء الله نتكلم على الأيبا سيرفر بقى بالتفصيل هشرح الحكاية دي مرة تانية، هشرح موضوع الريلم ده. اعتبر إن الريلم بالنسبة لك دلوقتي هو الدومين بتاعك. لو قلت لك الريلم بتاعك، أو آسف، لو قلت لك الدومين بتاعك اسمه مصطفى دوت كوم، فهيبقى الريلم بتاعك هو إيه؟ برضه مصطفى دوت كوم. لو الدومين بتاعك وليكن إكس إكس، هيبقى الريلم بتاعك برضه إكس لحد دلوقتي. خلاص؟ لما نيجي الايبا سيرفر ونبدا نشرحه ونتكلم على الكيربروس بالتفصيل، هنبدا نتكلم على موضوع الريلمز دي ونتكلم عليها بايه بشكل اكبر. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ طيب ايه بقى الريلم دي؟ الريلم دي عباره عن باكج، ها، وسيرفيس بقت موجوده كسيرفيس كمان دلوقتي عندنا، بتسمح لنا ان المكنه بتاعتك تكون لينكس وتروح تاوثنتيكيت مع مين؟ ها، مع اكتف دايركتوري دومين على طول بشكل مباشر، مش محتاج بقى اي تول تقعد ايه تعذبك، ولا تقعد تانستول مش عارف كذا وتكونفيجر كذا لوحده، وتانستول كذا وتكونفيجر كذا لوحده. يعني انت عشان تاوثنتيكيت مع الاكتف دايركتوري انت كنت محتاج شويه حاجات. انت اولا كنت محتاج تتكلم بلغه النت بايوس، تمام، اللي هو النيمينج سيستم اللي ويندوز شغال بيه. فعشان تتكلم نت بايوس كان لازم يكون عندك باكج اسمها اس ام بي، اس ام بي او بروتوكول اس ام بي، او اسف الباكج نفسها. الاس ام بي متقسمه لجزئين، او الصمبا متقسمه لجزئين، الاس ام بي بتديك سبورت، الاس ام بي بروتوكول والان ام بي بروتوكول. الاس ام بي سيرفر مسج بلوك عشان المسجنج ما بين السيرفرز، والان ام بي عشان النيمينج اللي هو النت بايوس. تمام كده؟ يبقى انت كنت محتاج حاجتين، السيرفرات تتكلم مع بعض، يبعتوا رسائل مع بعض، فانت محتاج مسجنج، زائد محتاج ان الاتنين يفهموا اسماء بعض، فانت محتاج نيمينج. فعشان كده كنت محتاج لباكج اسمها السامبا، فكنت لازم تنستول السامبا وتعمل لها ايه؟ ها، كونفيجر ان هي تتعرف على الدومين بتاعك، زائد كنت المفروض تروح تنستول الكيربروس وتروح تكونفيجر الكيربروس لوحده عشان يتعرف على الريلم بتاعك او على الدومين بتاعك. مش كده وبس، كنت المفروض تروح تنستول الان تي بي عشان تخليه اوثنتيكيت مع الاكت، اسف، ايه، يسنكرونايز مع الاكتف دايركتوري. تخيل، فكنت بتعمل اكتر من خطوه وكنت بتتعذب عذاب السنين قبل كده. مش كده وبس، ده انت كان في حاجه كمان عايز تعملها، الوين بند، ها، عشان تاوثنتيكيت مع ويندوز. يعني انت عايز تاوثنتيكيت وعايز تكومينيكيت وعايز تماب النيمز وعايز ايه كمان؟ ها، اوثنتيكيشن عن طريق الكيربروس، المسجنج والنيمنج عن طريق السامبا، ها، الان تي بي او التايم عن طريق الان تي بي. خلاص، ايه تاني؟ الاوثنتيكيشن نفسه، ها، للوين بند، او عايز حاجه تتكلم وين بند. الكيربروس هيديك التيكتنج بس، الوين بند هيسمح لك بالاوثنتيكيشن كمان. فتخيل كان عندك اربع حاجات في الطبيعي انت محتاجهم، اربع حاجات مختلفين محتاج تعمل لهم كونفيجر. الجديد في ريل 7 ان هو عمل لك باكج جديده كده اسمها ريلم، بتديك سيرفيس اسمها ريلم. دي بتسمح لك بايه الريلم دي؟ ان انت تنتجريت مع الاكتيف دايركتوري بشكل سريع جدا، هو امر واحد او امرين وبخ، مع السلامه، شكرا. انت بقيت انت ما بقتش محتاج لاي حاجه تانية. خلاص كده؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ لا، انستول الباكج اللي اسمها ريلم بس وخلاص وشكرا، مش محتاجين اي حاجه اكتر من كده. الباكج بتاعتك اسمها ريلم دي اللي احنا عملنا لها انستول من شويه، لسه من دقيقتين اتنين بالظبط لو انت فاكر. تعالى هنا كده. خلاص، بالمناسبه ريلم دي بقت موجوده على ريل 6 كمان دلوقتي. انا شفتها على ريل 6، انا شفت ريلم دي على ريل 6. خلاص، تعالى هنا كده بقى ايه
نبدأ نكونفيجر الحاجة دي ونشوف هل هنقدر نعمل لوجن على المكنة اللينكس دي ولا لأ. ماشي، طيب كلام جميل. تعالى كده يا سيدي، احنا عملنا انستول ريلم دي الباكج نفسها. لا تسمح لي، قبل ما اعمل اي حاجه انا محتاج استخدم المكنه ويندوز دي كدي ان اس سيرفريه. خلاص، خليك فاكر من امبارح لما قلت لك ان دي ان اس مرتبط جدا بايه؟ ها، بالاوثنتيكيشن. فانا محتاج المكنه دي عندي في ايه، ان ام سي ال اي، مش موجوده عندي الاوتو كومبليت. فانا ممكن اجي اعمل هنا كده يام انستول باش كومبليشن، اهي تعال نعمل لوج اوت كده. تمام جدا. ار بي ام او الاسف احنا عملنا لها الانستول اصلا، فاحنا مش محتاجين اي حاجه تانية. احنا محتاجين بس الاول ايه، نظبط النتورك بتاعتنا ان انا استخدم الايه الويندوز ك دي ان اس سيرفر ليا. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، ان ام سي ال اي كونكشن شو البروفايل ده. انا عندي النتورك بتاعتي فين فين فين، عباره عن دي اتش سي بي. هتلاقي عندي اتش سي بي سيرفر ايدنتيفاير، انا واخد من دي اتش سي بي سيرفر ده، وبياخد كمان الهوست نيم من دي اتش سي بي، بياخد كل حاجه دي اتش سي بي اهون، والليست تايم بتاعي، والدومين بتاعي اسمه لوكال دومين، مفيش دومين خدته. طيب عشان احل المشكله دي ان ام تي يو اي كده بسرعه، اديت كونكشن، تعال نقفل دي كده. تعالى يا سيدي خليها لي مانيوال. تعالى نأد 192.168.153.150. احنا فينا حاجة نسيناها اللي هي كانت ايه؟ السبنت ماسك بتاعتي، الجيت واي بتاعتي 192.168.153.2، الدي ان اس سيرفر بتاعي هيكون 192.168.153. دوت المكنة الويندوز دي كان الاي بي بتاعها كام؟ انا حتى مش فاكر الباسورد بتاعتي. تعال هنا كده، انا المكنه دي 148. كويس، بس اعتقد ان احنا كده اكتر من كافي. ممتاز، خلصنا كده. تعال نعمل كوت ان ام سي ال اي كونكشن شو كده. ان ام سي ال اي كونكشن داون الكونكشن ده،
ممتاز بقى استاتيك اهون، مبقاش الكونكشن بتاع دي اتش سي بي. تعالى كده بقدر ابنج عليها اهو من غير اي مشاكل، ده ممتاز. تعالى بقى كده نستخدم الريلم دي. تعالى كده قلت له كده كمان كات اي تي سي ريزولف دوت كونف اهو بيريزولف من مين؟ من مين؟ من الاكتيف دايركتوري. تعالى كده تعالى كده نشوف هل نقدر نسكفر الدومين. ريلم ديسكفر الدومين بتاعي كان اسمه مصطفى دوت كوم، هل اقدر اجيبه؟ ممكن اجيبه اهون. تعالى هنا كده عندي، بص لي كده، انا قلت له يا سيرفيس اللي اسمك ريلم ديم، حاولي كده تعملي ديسكفر الدومين اللي اسمه مصطفى دوت كوم. راحت كده دورت في اللوكال نتورك بتاعتك ودورت، ها لقيته، ها بص كده الريلم نيم جابته نوعه ايه؟ كيربروس. ماشي طيب كلام جميل. ها طب انا محتاج اعمل اوثنتيكيت، ياه بسيطه جدا. ريلم هقول له ايه؟ جوين مصطفى دوت كوم، اعتقد كان جوين مش فاكر. من كده ريلم، تعال كده ندور على كان جوين، ممتاز. ريلم جوين مصطفى دوت كوم كده، قال لي ايه الباسورد بتاع الادمنستريتور، هدخله الباسورد. بيقول لك ان الكمبيوتر هوست نيم از نوت سيت كوركتلي. طيب ايه الهوست نيم بتاعك؟ الهوست نيم بتاعي اسمه لوكال هوست دوت لوكال دومين. تعال نغير كده الهوست نيم بتاعي، تعال كده نقول له هوست نيم كنترول سيت هوست نيم بتاعي وليكن كلاينت واحد دوت مصطفى دوت كوم هوست نيم، ممتاز. تعال نجوني مرة ثانية كده ونشوف هل المرة دي هيرضى يجوين ولا لأ. ممتاز. المرة دي قال لي في بعض الباكجز عندك ها ميسنج، بيقول لك ان الباكج دي المفروض تعمل لها انستول عندك. خلاص حلو، تعال نعمل انستول الباكجز اللي قال لك عليها ديا. تعالى كده يام انستول الباكجز ديا، تعال نستول الباكجز دي. الباكجز دي في الطبيعي، في الطبيعي ان هي تكون انستول ده عندك باي ديفولت. ليه هي مش انستول دلوقتي وليه هو طلبها؟ لان خليك فاكر انا عامل انستول للمينيمال انستوليشن لمين؟ لسنتوس. انا عامل انستول للمينيمال، ففي الطبيعي بدل ما اعمل انستول مينيمال مش هتلاقي الحاجات دي، او معظم الحاجات دي مش هتلاقيها موجود. لكن في الطبيعي المفروض ان هي تكون موجوده على الديسكتوب انستول او النورمال سيرفر انستول يعني. ممتاز اتعمل لها انستول، اعتقد ان هي المره دي هيجوين من غير اي مشاكل.
اعتقد ان هو كده اشتغل. تمام، انا كده بقيت ايه؟ بقيت ممبر في الدومين ده. طيب اعرف ازاي ان انا ممبر في الدومين ده؟ روح كده على ويندوز الاول، تعال كده نشوف الاكتيف دايركتوري، تعالى كده نكبر الكلام ده بقى بدل ما انا معذب نفسي كده. اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، تعال نشوف كده المكنه في الدومين اللي اسمه مصطفى دوت كوم ده، تعال نشوف الكمبيوترز. بص لي شفت انهي جهاز؟ مين ده يا عم؟ تعالى كده نفتح المكنه دي. ها مين كلاينت وحده مصطفى دوت كوم ده؟ ها شايف المكنة عندك ظهرت من غير أي مشاكل إطلاقا على الدومين بتاعك. طيب كلام جميل ممتاز، يبقى كده المكنة عندي عملت جوين للدومين من غير أي مشكلة إطلاقا. طيب إيه تاني ممكن نعمله هنا؟ إيه يا سيدي اللي ممكن نعمله كمان؟ تعالى كده نكريت يوزرز على المكنه الويندوز ونحاول نخليهم يعملوا لوجن كده. تعالى كده هنا نروح لاكتيف دايركتوري داتا سنتر، اسف اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس. تعالى كده نروح ليوزرز اند كمبيوترز قبل اي حاجه، تعالى نفتحها تاني كده، وتعالى عندي نروح الدومين بتاعي ده اليوزرز، تعالى نعمل يوزر هنا وليكن نسميه نيو يوزر، وهسميه وليكن يوزر 1، ده الفيرست نيم بتاعه، اللوجن نيم بتاعه هيبقى اسمه يوزر 1، نيكست للراجل ده، على اعتبار ان يوزر عندك، يوزر موجود اهون. لو انا جيت الوجن باليوزر ده هل ممكن الوجن باليوزر ده ولا لا على المكنه لينكس؟ تعال هنا كده، تعال نعمل لوج اوت، تعال كده نلوجن باليوزر اللي اسمه يوزر 1. خلاص يوزر 1 @مصطفى دوت كوم، الباسورد بتاعته كانت ها. هل الراجل ده قدر يعمل لوجن؟ ها ايه رأيك؟ يوزر 1 ده كان موجود فين؟ ها على المكان الويندوز صح؟ طيب تعالى كده نجرب حاجة تانية، حاجة تانية عايز اجربها قبل اي حاجة تانية، اللي هي كانت ايه؟ اللهم صل على النبي، تعالى كده نخش من سكيور سي ار تي، خلي بالك احنا لسه ما اتكلمناش على الفايل شير لحد دلوقتي. ها يوزر 1 @مصطفى دوت كوم، ده اليوزر نيم، الهوست نيم بتاع الراجل ده اللي هو ايه 192.168.153.150. اكسبت، الباسورد بتاع الراجل ده قدر يعمل لوجن اهو. ها ايه رايك؟ قدر يعمل لوجن. ها تمام كده، ها حد عنده اي مشكلة؟ ممتاز.
ايه تاني يا سيدي كنت عايز اقوله؟ ايه تاني كان في حاجة في دماغي مش فاكر والله. من كده رلم عمال افتكر. رلم ليست كده اس يو كده. رلم كده ليست هو ده الدومين الوحيد اللي موجود عندي. طيب فين كانت في حاجة كنت عايز أقولها مش لاقيها برضه مش لاقيها بس كانت في حاجة في دماغي. ما علينا. ها حد عنده أي مشكلة؟ أهو والله ما عملش أي حاجة وربنا ما عملت أي حاجة خالص، ما خرجتش أي حاجة خالص ولا عدلت أي حاجة. أنت من ساعتها بتقدر تعمل لوجن من غير أي حاجة خالص يعني. كانت الباسورد بتاعتي، لا كانت باسورد حاجة تانية. صح اهو، ما غيرتش اي حاجة والله. ماشي، يبقى كده لو انت عندك مكنة دلوقتي ويندوز، ها، او لو انت عندك دومين ويندوز، الدومين كنترولر بتاعك او الاكتيف دايركتوري هي اللي موجودة، تقدر تعمل منها اوثنتيكيت بشكل مباشر؟ ها اعتقد الموضوع سهل جدا. لو انت ما عندكش ويندوز اصلا وعايز تنستول الايبا سيرفر والايبا كلاينت وتتعامل معاهم، هل تقدر تعمل حاجه زي كده؟ ها حد عنده اي مشكله في الحاجتين دول؟ اعتقد ان انت دلوقتي تقدر تعمل اوثنتيكيت ككلاينت. خليك فاكر وبركز معاك على النقطه دي جدا، اعتقد دلوقتي انت ممكن تعمل تجوين اي مكان عندك لدومين ويندوز، او لو انت عندك دومين لينكس حتى تجوين المكنه. لو انت عندك دومين لينكس ايبا كلاينت، ها، واعمل لها انستول وبعد كده اعمل لها ايه؟ كونفيجر. لو انت عندك دومين ويندوز استخدم الريلم دي عشان ايه؟ او الريلم كوماند عشان تجوني الدومين عشان تبدا تتعامل معاه. اعتقد ان انت كده الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. خليك فاكر احنا لسه لحد دلوقتي بنتكلم من منطلق ان احنا ايه؟ ها؟ ان انت كلاينت بس، او المكنه بتاعتك عباره عن كلاينت للسنترال اوثنتيكيشن سيرفر. لسه ما خدناش السنترال اوثنتيكيشن سيرفر نفسه، وبحاول بقدر الامكان اتجنب اتكلم عن الموضوع ده لان الموضوع كبير قوي، كبير شويتين. خلاص يعني مش هتلاقيني زي الناس بتوع ويندوز، او احنا مش زي الناس بتوع ويندوز ان هو ايه بياخد السيستم، انا عملت انستول الاكتيف دايركتوري فخلاص كده شكرا. لا، لو حبينا نتكلم عن الموضوع ده هنضطر ان احنا نتكلم على الكيربروس نفسه، وممكن ناخدكم كده على جنب نستول الكيربروس لوحده ونشتغل عليه. ان تي بي هنستول ان تي بي ونشتغل عليها على جنب لوحدها. مش عارف هنحتاج نتكلم عن ايه، هناخدها على جنب كده ونستول لوحدها، ده يعني حدوته لوحدها. فانا بحاول بقدر الامكان كل كلمه بكون حذر جدا، انا بقعد افكر في الكلام اللي بقوله لكم والله عشان ايه ما توهكوش معايا، بس انا حاولت بقدر الامكان اكون واضح جدا في الحته دي ان انا بنتكلم لحد دلوقتي من منطلق ان احنا ايه، ها، كلاينتس فقط. انت كلاينت للسنترال اوثنتيكيشن سيرفر بس، خلينا فاكرين الحكاية دي. ها حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ ها أعتقد إن إحنا كده تمام قوي، صح؟ وده الجزء اللي مطلوب منك في التراك ده، مش محتاجين منك في التراك ده أكتر من كده. إن شاء الله إن شاء الله المرة اللي جاية هنتكلم على السوفت وير انستوليشن. إحنا اتكلمنا كده
اتكلمنا لحد دلوقتي على اليم، مش كلام بشكل مفصل، لا بصينا عليه مره كده. يعني مثلا شفتني مره بقول لك يم انستول كذا، مش عارف ار بي ام، مش عارف ايه. هنبدا بكره نتكلم على السوفت وير انستوليشن، يعني عايزين نخلص بقى التراك ده بسرعه يعني. خلاص ماشي. على فكره مفيش اي مشكله في حاجه زي كده يعني. هتلاقي بس مشغل سامبا 4 مع الاي دي بس، لا اكتر ولا اقل يعني. اعتقد يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الاثنين خلاص. هحاول ارفع الفيديوهات الاسبوع ده، معلش انا مضغوط الايام دي في الشغل، بس فعلا عمليه تحويل الفيديوهات بتاخد وقت كبير جدا. هحاول اجمعها كلها وارفعها الاسبوع ده ان شاء الله. تمام كده، ممكن نوقف الفيديو بقى عشان المساحات.